الشاهد الأخير هو سي عادل ملاك وسي محمد بن سالم سيقدم هالحالة. إذن الشاهد عادل ملاك هو في أن واحد منسوب إليه انتهاك وضحية، وتشد في نفس القضية اللي كنا نحكي عليها مع سائق الشاحنة السابق. إذن هذا هو عنده صفة ترانزيتير، وهو مولود في 25 جويلية 1961 بحم الأنف، وقع إيقافه قلنا في نفس القضية، واستنطاقه من قبل إدارة الأبحاث الديوانية صحبة بقية المتهمين المتورطين في نفس القضية كما ذكرنا. وذكر أغلب الذين وقع استنطاقهم أن الاسم المنتفع الرئيسي من العملية ضمن المحاضرة الأولية اللي قلنا دال باء، إلا أن كل من إدارة الأبحاث الديوانية والنيابة العمومية لم تسعيا في تحديد هويته الكاملة واعتباره طرفا في التتبع لا ضمن الأبحاث التمهيدية ولا في إطار طلبات أثناء المحاكمة. إذن أحيل كل من عادل الملاك وعثمان بن عيسى ومحمد الجميلي ومنور بن عيسى ومراد بن ضيفة وعبد الحميد، إذن مجموعة كلها الذي ذكرناها سابقا هي نفسها في نفس القضية، وحيلوا على أذر محكمة ابتدائية بدائرة جناحية بتونس، وأزرت حكمها في 8 ماي 2009 على الترانزيدار اللي قاعد قدامنا أحكام بالسجن، وهو كان نصيبه 15,428,000 دينار. ولم ينكر السيد عادل الملاك ضلوعه في التجاوزات موضوعة التبعات الديوانية المفضية إلى مؤاخذته جزائيا وتحمله جزء أكبر من تبعاتها، إذا تحميله إذا المحكمة حملته جزء أكبر، رغم أنه يعتبر نفسه الحلقة الأضعف كما ذكرنا في ارتكابها متقدمة بمطلب لدى هيئة حل الكرامة من أجل انتفاع بأي تحكيم والمصالحة. فليتفضل السيد ملاك. الله فيك. السلام عليكم. أول حاجة مانيش ترانزيتير، أنا مصرح جمركي. حاجة أخرى، مانيش مستعرف اللي أنا في الظلوع هذه ضلعت، خاطر أنا كي جيت نصرح في البذاعة هذه متكونة متكونة من القماش وأكسسوار تيسيو، ماذا بيا نتكلم شوية بالسوري، تيسيو بلس أكسسوار. لأنا يجيني دوريد ما نعرفوش، لا نعرف الحياة، لا نعرف الدوريد، لا نعرف حتى حد. أنا عندي تيرس بيرسون، هو مش لازم نذكره اسمه، كليون عندي يخدم المعامل، معناتها يجيبوا سلعة قانونيا ويخيط ويعاود نعمل له ديكلاراسيون او اخرى. ثم الاس ا والاو ا، لهنا الاس ا فيها اسكال وربريك، فيها الاسكال وربريك. انا ما نجمش نفسر الامور هذيا خاطر التقنيه. الاسكال وربريك هذيا تتحط من الكوبانيه ماريتيم والديوانه، تحط ثم الكونتينيو دي كونتينر. دونك لهنا الترانزيتير كي يجي الاوراق نتاعهم وياخذ الخواتم، انا خذيت لي كاشي والاوراق اللي خذيتهم، الاوراق ساعه بريبو خذيتهم مش مع شخص، خذيتهم عند الكوبانيه باش ناخذهم، ناخذهم باللي كاشي. لي كاشي اللي خذيتهم، خذيتهم عند الكليون تاعي اللي هو قال لي عادل زيد عاونوا روحك بهم، هذوما راهم تاع سي فلان تاع شركه هذوما، شركه هذوما يخدموا الوسط صندوق قانونيا يخدموا. نجي انا ندخل في الاعلاميه تاع الديوانه باش نضرب ديكلاراسيون تاعي، نوصل فورما 5 نضرب الاسكال وروبريك هذا اللي قلت عليه، يخرج لي ثم الاعلاميه اش قالت لي، نوصل الاوراق نتاعي اش عندي، نلقى المطابقه، اذا ثم حاجه مخالفه ديكلاراسيون ما تخرجليش. لهنا خدمتي اش نعمل؟ نضرب ديكلاراسيون تاعي ونعطيها السيد اللي جاب لي الكليونات هذوما. السلعه تخرج بس بشركه لوا 72 ماهيش باسم دريد، انا ما نعرفوش دريد ولا يعرفني ولا عطاني ورقه ولا عطيته حتى شيء، ما نعرفوش. بالكل تعرفت عليه كل شيء وقتي سمعت وقتي في الابحاث به. لهنا كي تشدت العمليه هذه، تشدت شراه تشدت العمليه، كيفاش تشدت؟ تشدت انا في الخدمة ديكلاراسيون فيها 5 كادرات، فهمني، مشيت باش نعديها في الديوانه في حسين في القبه قبل كانت في شارع الجمهوريه باش نعديها. اونتر تون بارازار جاء واحد اصلي نتاع الشركه هذيا عندهم ديكلاراسيون، هو جبت لي ورقتي وانا جبت له ورقته، هذه هي العمليه كيفاش شدت.
إذا واحد باش يقول حاجة أخرى من هذا راهو غلط. أنا هو اللي صارت لي العملية، جيت نثبت في أوراقي نلقى عندي 100 وتسعة. تفضل سامحني باش نستبعك شوي، خاطر توا تحكي لنا حاجات اللي ما عادش نستبع بالقدا. أنت جيت ديكلاري بالتوابع اللي هما مزيفين سلعة، وتلقى مول المول بالتوابع الأصلية يديكلاري ياخي الديوانة فاق، واللي ثم دو ديكلاراسيون. الديوانة ما فاقتش شوي، ما لا علاش وقفوكم الديوانة ما فاقتش. الاجون اللي خذا الكيتونس الأوراق خذاهم متاعي، أنا خذيته متاعو. أنا عندي 18 تورناطة واش تيسيو بلس أكسسوار، جي نلقى عندي ورقة فيها معناتها الورقة الخضراء، نلقى فيها 179 كيلو. مشيت وقتها رئيس المكتب في القبة مديتهم له، قلت له حسين هذه كيفاش؟ عنده اجتماع، قال لي اجاني العشية. مشيت على روحي، كي مشيت على روحي بعد كلموني الأبحاث، كلموني الأبحاث. هذه كيف صارت العملية؟ راهو ما ثمش حتى آخر باش يجي يقول لي كلمة. شو شو عايشك خل باش نبداو نتابعوا بعضنا، خاطر ما عادش واضحة. تفضل تفضل. يا اخي القبه ماهيش ديوانه، هي ما هي ديوانه باهي. تقول لي لا ماهيش ديوانه، ديوانه ماهي ديوانه. لا ما قلتكش ماهيش ديوانه. لا لا تو نزلت كي قلت ماهيش ديوانه القبه باهي ديوانه. دونك انت ما قلتلكش في السكانير كي جيت الديكلاري لقيت، خاطر هي الحكايه شنيه باش الناس تفهم مش قاعد يصير. يجيو ياخذوا توابع مزيفه يعملوا كوبي على توابع نتاع شركه حقيقيه موجوده، يجي الشركه اللي هي موجوده امورها مريقله تلقى نفسها يعملوا في عمليات بسمه وهي ما في بالهاش، دونك تنبشوا في بعضهم هكاك. فاقت الاداره اللي المزيفين والحقيقيين يتكلاريو فرد نهار في سلع مختلفه، وبالطبع شكون اللي ديكلاري بالغلط؟ اللي جايب سلعه اللي هي معسل ويقول اللي هي قماش، هذاك هو. احنا ما قلناش لي انت اللي قاعد تجيب في السلع، نعرفوا شكون اللي يجيب في السلع. شركة حياة بن علي اسمها كيكا شركة وعندها طبعها شركة هي لي المستورد. بالطبع كما قال زميلك قبيلة هي دورها شنية؟ هي الغطاء، تعطي غطاء للترفيكاجية الحقيقيين اللي هما عندهم دبوات في الجم وفي مصربي إلى آخره. أنت شنية خدمتك؟ أنت تسهل لهم في العملية وزيت عندك لغان دوار. دونك تقول ما في باليش ما في باليش ما في باليش. سامحني سي بارازار اللي انت عطاوك 15 مليار والديوانه الاختيه والاخر عطاوه 350 مليون بارازار هكاك، خاطر انت شي ما عملت طلبات ديوانه مادام عندهم ملف هكاك. ديوانه هكاك حكت راسها قالت لك اي عندهم ديكلاراسيون كي كوت دي مليون اي دي مليون. توا شوف سي عادل، انت جيت للهيئه طلبت التحكيم والمصالحه ك بصفتك منتهك، توا تجي تقول لي شي ما عملت، ما لو وليت ضحيه ما عادش منتهك. شوف سي عادل، احنا رانا شاعرين بالعملية، هي راهي منظومة كاملة فيها سلسلة من متدخلين، من بينهم الديواني، من بينهم الديكلاروندوا، من بينهم الشركة اللي تغطي، من بينهم الكونترا هذوما اللي قاعدين هما اللي يملكوا السلع، وانتي حلقة من الحلقات، وانتي حلقة ضعيفة. احنا وني داكوغلي انتي حلقة ضعيفة انو لبسوك، احنا ذي زادة متفقين فيه، لكن من تجيبش تقول انا ما نعرفش التوابع منين جاو، كيف جاوك التوابع متاع الشركة؟ لا ما قلتش ما نعرفش، قلتك انا الترس برسان ذي ما حبيش اسمه فهمني، ما هو اللي اعطاني التوابع كما نجم اي شكون اللي اعطاك التوابع متاع الناس اللي مش متاعه؟ سفيان برا. شكون هو السيدة ذي؟ هذي اللي هرب نهار 27 اكتوبر. يفزي كوا دون لافي؟ يفزي عنده معمل تاع لو 72 ويست وايت ورا المحكمة. اي عطيك توابع متاع الناس اخرى وانت توابع متاع مش تاع الناس اخرى، قال لي هذوما تاع فلان فلاني متاع شكي بن ميرا. سي عادل انت احنا راهو نفهم الضغوطات اللي تنجم تتمارس عليك، وبلغتنا الضغوطات اللي تمارست عليك، وبالتالي باش نوقفوا معاك وباش نقولوا لك شنو هي طلباتك انت توا شنو اللي ما عندي حدا طلبات مدام. شكرا سي عادل، بارك الله فيك. إذا الشيء نحب نقوله ثم منظومة مترابطة متضامنة، وما تحبش شكون يفيق بها، وما تحبش شكون يفسد لها اللعبة. هالمنظومة هذه مازالت تخدم لليومنا هذا، وزادت قوات لليومنا هذا. الاقتصاد الموازي راهو يدخل من الباب الكبير متاع الميناء، ما يدخلش من الحدود البرية. إذا الشيء اللي احنا نحبوا نقولوه في هيئة حقوق الكرامة، احنا دورنا تفكيك منظومة الاستبداد، وهذا عهدة موكولة لنا في بالقانون. هالتفكيك هذايا
الهيئة ما تنجمش تقوم بها وحدها إذا كان ما ثماش تعاون مع الإدارات المعنية والإدارات الكل والقضاء وجميع الهيئات الكلها راهي إذا كان. ومعنا اليوم السيد المحافظ ونحب نحييه الحضور أيضا، يعني فما جميع الجهود لازم تتضافر باش هالآفة هذه متاع الفساد يعني نقضيه عليها، وراو بشوية بشوية نخلطه، يكفي باش نصلحه، يكفي باش نصلحه، واللي حبي يتوب يتوب ميسالش مرحبا به، أعطينا بركة يوقف على الممارسات متاع اللي قاعدة تنخر في الاقتصاد البلاد. الخزينة العامة مليارديوات كل سنة يتنحاولها ويمشيوا للاقتصاد الأسود، والدولة بالطبع تلقى نفسها خزينتها فارغة ومعاش عندها باش تقوم بوظائفها كدولة. ونشكركم مرة أخرى على حضوركم، ونشكركم على حسن الاستماع، وعندنا مواعيد قريبة إن شاء الله.